بونجور تو الموند، أهلا وسهلا بالجميع. درس جديد عن المستشفى وأقسام المستشفى، وإذا بدنا نروح ناخذ بواد بالمستشفى كلنا ممكن نحتاج لا سمح الله. فنبدأ. ليزيرجونس هو قسم الإسعاف، هي إذا بدنا نترجمها حرفيا بنقول الإسعافات. ليزيرجونس هو بالمستشفى قسم الإسعاف. ليزيرجونس لاكوي، لاكوي هو الاستقبال، لاكوي. بعدين سيرفيس دو شيروجي، سيرفيس دو شيروجي يعني هو قسم الجراحة. بعدين سيرفيس دو ميدسين انترن، سيرفيس دو ميدسين انترن هو قسم الطب الداخلي أو الباطني. بعدين سيرفيس دو بنومولوجي، بنومولوجي سيرفيس دو بنومولوجي هو قسم الرئة، الأمراض الرئوية. سيرفيس دو ريانيماسيون، سيرفيس دو ريانيماسيون هو قسم الإنعاش، ريانيماسيون. منقول أنستيزي تخدير، ريانيماسيون إنعاش. سيرفيس دو ريانيماسيون يعني قسم الإنعاش، أو ممكن تكون قسم العناية المشددة. سيرفيس دو ريانيماسيون اللي هو قسم العناية المشددة أو المركزة. بعدين بنيجي لقسم لاراديولوجي. لاراديولوجي يعني هي الأشعة. أحيانا بتكون مكتوبة لاراديولوجي، أحيانا بتكون مكتوبة إيماجري ميديكال. إيماجري ميديكال يعني كمان بتيجي بقسم الأشعة أو الفحوصات الشعاعية، الإيكو، هذا كله بيجي بيدخل بقسم الإيماجري يعني التصوير. سيرفيس دوختوبيدي، دوختوبيدي، أورتوبيدي هو الجراحة العظمية، أو ممكن يكون شيروجي أورتوبيديك أو دوختوبيدي، يعني كلمة الأورتوبيدي هي العظمية والجراحة العظمية. خلينا نشوف كيف بدنا نطلب موعد. بونجور، إذا مثلا إجيتوا على الأكوي أو على السكرتاريا تبع القسم المطلوب أو حتى بالتليفون، بتقولوا بونجور جو فودري أن رونديفو سيل فو بلي. بونجور يعني يوم سعيد، بدي موعد من فضلكم. جو فودري أن رونديفو سيل فو بلي، بدي موعد لو سمحتم. ممكن الجواب يكون كيلور، أي ساعة. كيلور هي أي ساعة. كل جور أي يوم، يعني في أي يوم أو في أي ساعة بتكون الموعد. كيلور، كل جور، أي ساعة، أي يوم. ممكن بقى يسألوكم مثلا بور كل بروبليم، بور كل بروبليم يعني لأي مشكلة، يعني شو الموضوع، شو من أي مشكلة، من أي شكوى عم تشكي لحتى بدك موعد. مثلا إذا عندك حرارة أو حمى بتقول جي دو لا فيفر، جي عندي، دو لا فيفر عندي حرارة، هيك تنقال جي دو لا فيفر، هي جي دو لا فيفر بس تنلفظ غالبا جي دو لا فيفر. أو ممكن يكون في عندك وجع راس، جي مال لا تيت، جي عندي مال يعني ألم، لا تيت في الرأس، جي مال لا تيت. أو وجع في البطن، جي مال او فونتر، جي مال او فونتر يعني عندي ألم في البطن. ممكن يكون شيء تاني، جي مال او دو، جي مال او دو يعني عندي ألم في الظهر، جي مال او دو. جي مال او كو يعني عندي ألم في رقبتي، جي مال او كو. كو هو العنق أو الرقبة، جي مال او كو. ممكن يكون في شكوى تانية، جي مال أو زوغي، لي زوغي هن الأذنين، جي مال أو زوغي عندي ألم في الأذنين. جي أون أليرجي عندي حساسية أو تحسس، جي أون أليرجي، أليرجي هو التحسس. جي دي فيرتيج عندي دوار، جي دي فيرتيج عندي دوار. أو
جوتوس، جوتوس يعني أنا أسعل أو عندي كحة، عندي ساعة، عندي سعال. جوتوس أو جيد لاتو، عندي سعال هو جيد لاتو. أما أنا أسعل فجوتوس، جوتوس. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. هل يمكن أن تساعدوني من فضلكم؟ Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. ممكن أن تساعدوني؟ غالبا بيكون السؤال من السكرتير، السكرتيرة أو الشخص اللي هو بالاستقبال. Vous avez une carte vitale؟ أو avez-vous une carte vitale؟ السؤال بصير هيك بصير هيك. Avez-vous une carte vitale؟ هل عندكم الكارت الفيتال؟ هو الكارت تبع التأمين الصحي الحكومي، يعني كارت فيتال، بتعرفوه كارت الصحي اللي لازم يكون مع كل شخص عنده إقامة أو عنده عمل. طبعا في طرق تانية للحصول على التطبيب بدون ما يكون عندك كارت فيتال، هو السي ام او اللي هي السيرتيفيكا ميديكال تبع المساعدة، بس غالبا الناس بيكون عندهم كارت فيتال. طبعا في غالبية الحالات بتكون تنسألوا هالسؤال بأي مكان بتروح عليه، مستشفى أو غيره. Votre nom, prénom et date de naissance, s'il vous plaît. يعني أعطوني اسمكم الثاني والاسم الأول وتاريخ الميلاد. هي هذا السؤال اللي هو بشكل يعني كتير سيستيماتيك، يعني Votre nom, prénom et date de naissance, s'il vous plaît. السؤال الثاني اللي راح يكون اللي بتنسأله بشكل كمان روتيني، Votre adresse, s'il vous plaît. Votre adresse, s'il vous plaît. يعني العنوان، عنوانكم لو سمحتم. كمان بيجي سؤال، Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. يعني رقم تليفونكم. ممكن مثلا تشوف الطبيب تقول له Je suis tombé. Je suis tombé. يعني أنا وقعت، سقطت في الأرض أو أي مكان. Je suis tombé. لازم نفرق هون بين شغلتين، اللي هي جو سوي تومبي انا وقعت، او جي تومبي كلكو شوز. يعني جي تومبي ان ستيلو، جي تومبي ان شيز، يعني انا اوقعت غرض اخر. كثير نحن يعني وقت نجي نبلش بالتعلم اللغه بنعمل اخطاء بهالنقطه هي. جو سوي يعني انا شخصيا تومبي، جو سوي تومبي انا سقطت. أما إذا أنا أوقعت غرض آخر بقول جي تومبي، يعني أنا أسقطت شيء ما. جو سوي تومبي يعني أنا سقطت، جي تومبي يعني أنا قمت بإسقاط شيء آخر. ممكن مثلا وقعت ووجعتني إيدي أو الذراع تبعي، فشو بقول له للطبيب؟ Je me suis fait mal au bras. يعني أنا عملت ألم لحالي في ذراعي. هيك بتنقال بهالطريقة. Je me suis fait mal au bras. يعني أنا عملت ألم لنفسي في الذراع. Le bras هو الذراع. Je me suis fait mal ألم مثلا. عملت ألم في يدي. Je me suis fait mal à la tête. يعني عملت ألم في رأسي. مثلا بتقول J'ai besoin d'un radio. راديو هي الراديوغرافي، يعني هي صورة الأشعة. أنا بحاجة لصورة أشعة. جي بزوان دون غاديو. أو ممكن يقول لك فوزافي بزوان إن غاديو. غاديو لازم تفهمه فورا إنه معناتها راديوغرافي، بس اختصار بالمتعارف عليه بنقول راديو، ما بنقول راديوغرافي. بالكتابة بنكتب غالبا راديوغرافي أو إر إكس، بس هي عبارة عن صورة أشعة. ممكن الطبيب يقول لك أو الطبيبة جو في فوزوسكولتي. جو في اسكولتي بيقولوها بسرعة هيك، يعني راح أفحصك. جو في فوز اسكولتي. أو ممكن يقول جو في فوز اكزاميني، يعني راح أفحصكم. جو في فوز اكزاميني، بس هي الفرنسية الفصحى بيقولوا اسكولتي. اسكولتاسيون هو الفحص الطبي. اسكولتاسيون. أو ممكن يقولوا اكزامان كلينيك، فحص كمان سريري. اسكولتي هو الكلمة الفرنسية المضبوطة للفحص الطبي. ممكن يقول لك الطبيب Allongez-vous, s'il vous plaît. Allongez-vous, s'il vous plaît. يعني استلقوا، يعني تسطحوا. Allongez-vous, s'il vous plaît.
ممكن يقول لك ديزابيي فو سيل فو بلي، ديزابيي فو سيل فو بلي، ديزابيي يعني اخلعوا ثيابكم، ديزابيي فو سيل فو بلي يعني اخلعوا ثيابكم لو سمحتم، ديزابيي فو. غبيي فو، غبيي فو يعني ارتدوا ثيابكم من جديد، لانه ابيي هو ارتداء اللباس، ديزابيي نزع اللباس، غي ابيي ارتداء اللباس من اول وجديد. ممكن طبيب ضيف حصلك تمك او حلقك فبيقول لك اوفغي لا بوش، اوفغي لا بوش سيل فو بلي، او اوفغي لا بوش يعني افتحوا فمكم، اوفغي لا بوش، لا بوش هو الفم، اوفغي افتحوا. ريسبيري بروفونديمون يعني تنفسوا بعمق، ريسبيري اذا عم يسمع لك صدرك او الرئه الطبيب بيقول لك ريسبيري بروفونديمون، بروفونديمون هي بعمق، ريسبيري تنفسوا. توسي، توسي يعني اسعلوا، يعني اسعلوا، توسي جاي من اللاتو اللي هو السعال. جو في فو بروندر لا تونسيون، ممكن الطبيب يقول لك جو في فو بروندر لا تونسيون يعني راح اخذ الضغط تبعكم، بده يحط لك جهاز ضغط فبيخبرك. هون عندهم طريقه يعني بالفحص الطبي اي شيء بده يسويه بيقول لك راح اعمل كذا، راح اعطيك ابره، راح اعمل لك فحص، راح يعني في امر يعني كثير مهم انه الطبيب يقول له للمريض شو بده يسوي، اي نقطه، اي فحص بده يسوي، بدي افحص لك ايدك، افحص لك تمك، لازم الطبيب يعلم المريض تبعه بالشيء اللي بده يسوي. فبيقول له جو في فو بروندر لا تونسيون، راح اخذ لكم ضغطكم. ممكن بعدين الطبيب يشوفك متوتر او شيء يقول لك نو فو زانكيتي با، نو فو زانكيتي با يعني لا تقلقوا. être inquiet يعني أن تكون قلق، être inquiet، ne vous inquiétez pas يعني لا تقلقوا، انزعوا القلق عنكم. je vais vous faire une ordonnance، je vais يعني سوف أقوم، vous faire بعمل لكم، une ordonnance، الordonnance هو الوصفة الطبية. طبعا اوردونانس تحمل ايضا معاني ثانيه، بس عند الطبيب او في المستشفى او في مكان طبي اوردونانس هو الوصفه الطبيه. جو في فو فير اون اوردونانس يعني سوف اقوم بعمل وصفه طبيه لكم. نو فو زانكيتي با، نو فو زانكيتي با لا تقلقوا. جو في فو فير اون اوردونانس يعني سوف اقوم بعمل وصفه طبيه لكم. طبعا بعد ما اخذنا الوصفه هلا il faut aller à la pharmacie pour chercher les médicaments. بيقول لك il faut aller يعني لازم او يجب الذهاب à la pharmacie اي الى الصيدليه pour chercher les médicaments للحصول على الادويه. il faut aller à la pharmacie pour chercher les médicaments. ممكن يقول لك الطبيب برجع بشوفك بعدين مثلا بعد اسبوعين. je vous reverrai dans deux semaines يعني سوف أراكم من جديد. dans deux semaines يعني خلال أسبوعين، يعني المقصود فيها بعد أسبوعين. je vous reverrai dans deux semaines يعني بنهاية أسبوعين قادمين بشوفك مرة تانية. بيقولوا غالبا وقت يودعوكم prenez soin de vous يعني اعتنوا بنفسكم جيدا، prenez soin de vous يعني اعتنوا بصحتكم جيدا. ممكن يقول لك مثلا vous avez une facture يعني عندكم فاتورة، vous avez une facture à régler يعني عندكم فاتورة للدفع، vous avez une facture يعني عندكم فاتورة. هي حبيت يعني اعطيكم هال شوية معلومات ممكن تحتاجوها بوسط طبي، وبتمنى ما تحتاجوها. الى اللقاء في درس قادم.